مع براءة كل اختراع وبراعة كل جيل وتفوق كل فوج، تتقارب الأفكار، تحتشد الممرات، تنتظم السطور، نبلغ الغايات. ليس على المستوى نفسه نتخطى، ولكن بمستوى أرقى نتقدم وتتقدم جامعتنا الغراء. هي صرح الإرادة والتفوق والباب مفتوح للجميع. جامعتنا حياة عالم، جامعتنا عالم حياة. ولأنها الجامعة الإسلامية تجد داخل ممراتها إنجازاً وإبداعاً وابتكار، ففي رحلة استمرت 9 أشهر أنجزت خريجات من كلية الهندسة ضمن الفوج 40 مشروعاً نقلنا فيه الحياة من الأرض إلى كوكب المريخ. ولأن أساتذتها أهل للإبداع والتميز، صنف كل من الأستاذ الدكتور سفيان تايه بكلية العلوم والدكتور بسام تايه بكلية الهندسة بالجامعة ضمن أفضل 2% من الباحثين حول العالم، بناء على دراسة أجرتها دار النشر العالمية إلسيفاير وجامعة ستانفورد. احتضان الأفكار الريادية، تسريع الشركات الناشئة، دعم رواد العمل الحر وتعزيز قدرات الخريجين، هذا ما تسعى لتحقيقه حاضنة الأعمال والتكنولوجيا. $600,000 إيرادات لمتدربي مشروع لوجن حصلوا عليها من خلال وظائفهم على منصات العمل الحر ومواقع التواصل الاجتماعي. يذكر أن المشروع يهدف لتطوير وتعزيز قدرات الخريجين من خلال عدة تدريبات تقنية متخصصة. وأطلقت حاضنة الأعمال والتكنولوجيا BTI مسار أتمتة المناهج e-learning ضمن مشروع Go Digital، والذي ينفذ لأول مرة على مستوى فلسطين. نفذت الجامعة مع شركائها عدداً من الاتفاقيات التي تحقق أهدافها في تحقيق بيئة تعليمية نموذجية، فلا نهضة من دون تعليم مميز. وكان من أبرزها اتفاقية تعاون مع جامعة لشبونة الجديدة في البرتغال، وتعد كأحد مخرجات مشاريع التبادل الدولي. كما وقعت الجامعة اتفاقية تعاون وشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية في إطار تنفيذ مشروع التوعية الانتخابية في الجامعات للعام 2021 الممول من الاتحاد الأوروبي. الجامعة الإسلامية رواية لم تخلو فصولها من الإنجازات والفوز الدؤوب. حصلت خريجة من كلية العلوم على لقب أفضل معلم عالمي لعام 2021 من مؤسسة إديوكاس يونت في الهند، وحصلت طالبة على لقب معلم عالمي Global Teacher Award 2021 من منظمة Education Award، فيما حصد فريق الجامعة على المركز الأول في دوري مناظرات جامعات قطاع غزة للعام 2021، وحصلت أيضاً على المركز الأول في بطولة وزارة التربية والتعليم العالي لكرة الطاولة لعام 2021، كما أنها حصلت على المركز الأول في بطولة فلسطين المركزية للقوة البدنية التي نظمها الاتحاد الفلسطيني على مستوى الوطن. 2021 كان عاماً حافلاً، حيث عقدت الجامعة العديد من المؤتمرات العلمية والطبية والدولية. فكان أولها انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الدولي الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم والسنة المطهرة في مواجهة كورونا والأوبئة المعدية، ثم عقدت المؤتمر الفلسطيني الدولي الثالث لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في شهر نوفمبر. انطلقت فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات في الجامعة. أما في شهر أكتوبر انطلقت أعمال المؤتمر الدولي التاسع لكلية الطب في الجامعة الإسلامية.
البرامج الأكاديمية هي بوابة العبور لاستكمال المسيرة التعليمية تحت قباب الجامعات، فعاماً تلو العام تشهد تلك الواحة التعليمية إضافات ولمسات عديدة. 12 برنامجاً أكاديمياً نوعياً تم افتتاحها في الجامعة خلال العام 2021 في مراحل الدكتوراه، الماجستير والبكالوريوس والدبلوم المهني المتخصص. الجامعة الإسلامية وجهة تعليمية حضارية شرفت باستقبال العديد من الوفود الدولية. شرفت الجامعة باستقبال نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، واستقبلت الجامعة ممثل مكتب التعاون الأوروبي الفلسطيني للتعليم العالي أراسموس بلس ونائب الممثل الإيرلندي في فلسطين، كما استقبلت وفداً من صندوق تطوير جودة التعليم العالي الممول من البنك الدولي. نستعرض معكم وبلغة الأرقام أهم نجاحات الجامعة في عام 2021، فالأرقام هي لغة الحقائق وانعكاس لنجاحات الجامعة. حصلت الجامعة على المرتبة الثانية فلسطينياً حسب تصنيف ويبيومتريكس لاقتباسات البحث العلمي، كما وحصلت على المركز الأول على مستوى جامعات قطاع غزة والثالثة فلسطينياً وفق مقياس ويبيومتريكس العالمي. هناك في قاعة الجامعة تختلط مشاعر الفخر والاعتزاز التي تملأ المكان. فمع لحظة الصعود إلى المسرح يجني خريجو الجامعة حصاد اجتهادي وتعب السنين، وبتخرج الفوج الأربعين كان الإنجاز العظيم لفوج العراقة والتميز. الجامعة الإسلامية هي كأنتم في صمودها وثباتها وشموخها، هي كالعنقاء، هي كالعنقاء تخرج من تحت الرماد كل مرة أقوى وأشد صلابة. الجامعة الإسلامية موطن نابض بالحياة، قبلة تعليمية رائدة، حتى أضحى ابن الإسلامية الحاضرة والمستقبل.